العلاقات الكويتية العراقية شهدت فترات من التقارب والتصادم على مر العقود الماضية، فالتصادم الأكبر تمثل في الاحتلال العراقي للبلاد عام 1990، والذي ما زالت آثاره تلقي بظلالها على العلاقة بين البلدين بعد مرور ربع قرن. وشهدت الآونة الأخيرة رغبة من البلدين في تحسين العلاقات وإعادة ترميمها في مرحلة ما بعد صدام حسين الذي أطيح عام 2003، وقد لعبت الكويت دورا مهما في تدشين المرحلة الجديدة في العراق. البعض يرى أن هذه العلاقة تشهد أزهى عصورها الآن بعد غياب التهديد الذي شكله النظام السلطوي في العراق وتحول البلاد إلى مسار الدستور الديمقراطي والمؤسسات. النظام الذي يحكم العراق الآن لم يعد نظاما فرديا، لم يعد نظاما مركزيا يركز أو يسيطر عليه رئيس واحد يستطيع أن يتخذ أي قرار يريد وينفذه على أمر الواقع مثل ما حدث في عام 1990. وقد ساهم في تعزيز مسيرة التقارب بين بغداد والكويت طي أهم الملفات الخلافية، وهو ملف ترسيم الحدود الذي يحمل رمزية كبيرة ويشكل هاجسا كبيرا لدى الكويتيين، لتتحول الحدود التي كانت نقطة تصادم إلى أكثر حدود العراق أمنا وبوابة لتعاون اقتصادي وأمني ضد الجريمة والإرهاب. بادرت الكويت بعد رحيل نظام صدام إلى دعم الاقتصاد العراقي باستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية رغم المخاطر التي تواجه الاستثمار في بلد غير مستقر، وذلك إيمانا منها بأن عراقا مستقرا مزدهرا يشكل عمودا رئيسيا للأمن القومي الكويتي. كما استمرت الكويت بتقديم مئات الملايين من المساعدات لمنكوبي الحروب داخل العراق، ووافقت على إرجاء الدفعة الأخيرة من التعويضات لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يعانيه العراق بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. ورغم الاعتراف بتحسن العلاقة الكويتية العراقية بشكل جذري، يحذر البعض في الوقت ذاته من وضع عراقي غير مستقر يشكل خطرا على البلاد وجيرانها. أن العراق يدور في الفلك الإيراني، بالإضافة إلى ذلك هناك حرب أهلية، حرب طائفية، صراع سني شيعي، هيمنة إيرانية، وفي الأدبيات العلاقات الدولية يصنف العراق فيلد ستيت أو فراجل ستيت، دولة فاشلة أو دولة مفككة أو دولة هشة، وهذا يجعل جيران هذه الدولة في وضع صعب. مستقبل العلاقة الكويتية العراقية يبقى مرهون بتطورات الوضع العراقي الداخلي والأوضاع الإقليمية. لا أمن للكويت بعراق ممزق متناحر يئن تحت وطأة الحروب والتقسيم والطائفية. من هذه القناعة تسعى الكويت لمساعدة العراق بكل طوائفه وأجناسه لكي يكون عراقا مستقرا آمنا ومزدهرا. سعد العنزي، سكاي نيوز عربية، الكويت.